يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من يخاف من الإنسان أكثر مما يخاف من الله هل يعد مشركا؟ وهل شركه أكبر أو أصغر؟ الخوف الطبيعي لا يؤاخذ عليه الإنسان، الخوف الطبيعي من السبع، من العدو، من اللص، هذا ما يعذب عليه الإنسان، بل يأمر بتوقي أخذ الحذر، لكن لا يخاف شيئا أشد من مخافة الله عز وجل، لأن كل الأمور بيد الله، السباع والأعداء واللصوص كلهم الله يسلطهم عليه، فيجب أن تخاف الله عز وجل. ومن يقولون من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن خاف الناس أخافه الله من كل شيء، من خاف الناس أخافه الله من كل شيء. نعم. أما من خاف الله فإن الله يجعل الناس كلهم يخافونه. نعم.